ونتابع جدول مباريات يوم الأحد للدوري الممتاز من خلال الجولة الرابعة. ورئيس نادي التاجي السيد طه عبد حلاته يؤكد بأن الملعب لن يتأثر بالأمطار، ومباراة الكهرباء ونفط البصرة قائمة على موعدها المحدد. أمطار خير يا رب. اليوم 21/11/2020 ملعب التاجي، نتأمل إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون كل هذه الأمطار أمطار خير على العراق جميعا وفي كل محافظات العراق، وإن شاء الله غدا تكون مباراة بين نفط البصرة ونادي الكهرباء على هذا الملعب. كل التوفيق يا رب. فنشوف أرضية الملعب ما متأثرة لحد الآن أكثر من 6 ساعات أمطار. رغم هذا إن شاء الله نتأمل أن الإخوان في النادي أن يكون عندهم أيضا هناك تقدير للموقف، لأنه راح يكون أكيد الملعب مبلل